مبين لسه ما طلعوا. ما بيصير متاهم، هذا وقتهم. ها ليكوا طرقهم للفيلا. عندهم معهد تعليم انجليزي، كل يوم بيفتح ساعتين، بيطلعوا من الفيلا الساعة واحدة وبيرجعوا عليها الساعة ثلاثة تمام. وهذا الموعد ثابت؟ من سنتين ما تغير، كل يوم على هالمنوال. أصبح لازم نضرب ضربتنا بهالوقت. وأنا هيك عم أقول. درست جغرافية المكان؟ درسته، كل الشبابيك عليها حديد وما في ولا منفذ تاني إلا شو؟ إلا الباب الرئيسي. أصبح منفوت من الباب الرئيسي، هيك فيها ثواب أكتر. شلون؟ لا تتدخل، هذا شغلي أنا. أمرك مدام، تفضلي. كمشت كلها لما اجى رئيس العصابه المحقق. ايه بدي يكفش رئيس العصابه، طالعت له البطاقه عم جمد بارضه. شو الحكي؟ يعني البطاقه اللي طالعتها بطاقه شو؟ بطاقه بوليس. طلعت عميله للشرطه والمحقق مو دريان. قسما بالله ما كان حدا حزران عليها. وين شفته الفيلم انت يا شكري؟ بالشانل 2 معلم، بقيت سهران علينا الساعه 2 بالليل ما قدرت نام لخلاص. لك وطي صوتها، شو بك عم تجعو؟ طفيناها. حاضر معلم. ها مشان هيك مالك قدران تفتح عيونك اليوم انت. شو بدي اعمل معلم؟ هوايتي متابعة الافلام البوليسية وحل الغازها، من صغري متعود على هاي القصة. شو بدي اعمل؟ ولك يا ابني يا شكري، هالافلام ما بتفيدك، ما بيفيدك الا شغلك. انت قدامك مستقبل منيح بمصلحة نجارة، يعني بعد كم سنة زمان بجوز تصير اهم النجارين بهالمنطقة. بقى شكري التفت لشغلك ولا تلتهي لي بالعرك المصدي. هي انا عم اقول لك لا تقول معلمي ما قال لي. السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام والاكرام، اهلين وسهلين ومرحبتين. مين المعلم هون؟ انا المعلم مأمور اخي. المدام نازك فوق بالسياره بدها تسالك سؤال. ايه على عيني انت والمدام نازك. يا ميت مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين، تفضل. مينو هدول معلي؟ شو بعرفني؟ بس باينتهم اكابر كتير تقال. هي شبح ما هيك معلي؟ والله ما بعرف، يمكن نملة. يعني خنزيرة؟ لك خلاص هلا. انت المعلم؟ انا المعلم، خدامك ابو العز. شكروا لي بمعلميتك كتير يا ابو العز. الله يخليها. مو انت اللي عملت لنا المنجور للست انصاف؟ معلوم، انا اللي عملت لها منجور. الله وكيلك هالست انصاف ما في منها، عملت لها منجور خشب وابواب ومنجور المنيوم خشب كندي. الله وكيلك شي بيرفع الراس. وهي كمان ما قصرت والله، اكرمتني اكرمتني تماما. يعني شرفي شرفي مدام، يخلي لنا اياكي. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين وسهلين ومرحبتين. تفضلي تفضلي. يا اهلا وسهلا ومرحبا. نحن كمان ما حنقصر معك باذن الله. انا شفت شغلك عند الست انصاف والحقيقة عجبني كثير، الله يعطيك العافية. أنا بأمرك مدام. مشان هيك قررت أنفض خشبية الفيلا وغير المنجور، هذا إذا كنت فاضي طبعاً. ولو يا مدام، أنت بتأمري أمر، ولو كنت مالي فاضي، بفضي حالي أصلاً مشانك، شو الشغلة المهمة؟ بس بدي شغل نظيف ومتقن، هاي عم فهمك من هلا. ولو يا مدام، أنا شغلي عدي زيام، اسألي عني مدام ناصك، اسألي عني سوق. هو صحيح انا باخذ شوي زياده عن غيري، بس القرش اللي عم تدفعيه عم تحطيه بمحله مدام، ما بتندمي عليه منو؟ ما بتندمي شو الحكي؟ المصاري مو مشكله، خذ قد ما بدك. بتعرف عنوان الفيلا؟ لا والله يا مدام، ما حصلنا الشرف قبل هالمره. انا ساكنه بفيلا الاحلام، قبل فيلا الست انصاف بشي 100 متر، على نفس الصف.
ايه ايه عرفتها، موقع حلو، سكنه مرتبه، تتهني تتهني يا مدام على هالسكنه. امتى فاضي تروح تشوف الشغل؟ امتى ما بدك مدام، امتى ما بدك، انا ما بتفرق معي بتاتا، انت اختاري اي يوم بتريدي بتلاقيني مزروع زرع قدام باب فيلتك. عظيم. اليوم شو اليوم؟ اليوم 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 تنين 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 مر لكن لعندي يوم الخميس. انا بامر عيونك يا مدام. تاخذ رعبون؟ اعوذ بالله، ليش الرعبون بكير لسه مدام، ولو كلمتنا هي الرعبون. على كل حال خذها للربط كلام. إذا هيك ما فينا نخجلك. خلينا نكسبك بكاسة شاي يا شكري. نعم معلم. الله يرضى عليك، جيب إبريق شاي شباب. حاضر حاضر. معلش معلش ما في داعي، بس لا تنسى الموعد يوم الخميس الساعة 5. أعوذ بالله شو أنسى، نحن كلمتنا طابو مدام، الخميس الساعة 5 إلا 5 بتلاقيني مشكوك شك قدام باب فيلتك، الساعة 5 تمام بتلاقيني عم دق الجرس. في جرس هنيك مو هيك؟ ايه في جرس. حلو. في كلاب؟ لا ما في كلاب، اطمن. ايه لأني ما بحب الكلاب. طيب يعطيكم العافية. الله يعافيك يا مدام ويخليكي مدام نازك، الله معك مع السلامة، الله يحرسك إلهي. يا عيني على كابر. أكابر والله. لك مين هي معلم؟ مين هي؟ لك هي. روح لها، روح على شغلك، العمى، مو بقيان الا يلعبني بالبيضة والحجر. لك هي هي. يسلموا لي لكابر. عفوا مدام، مو على أساس بكره بنقعدوا بتربطنا؟ إيه لشو اللي تغير؟ لك ليش قلتي للنجار يجينا هالخميس؟ هذا شغلي أنا مو شغلك. اطلع. حاضر، تفضل. ايه وبعدين شو صار؟ شو صار؟ اذا بقول لك ما بتصدق، طلع عميل مزدوج. شو يعني؟ يعني عم يشتغل لحساب العصابتين سوا. يخرب بيته شو نمس. ايه وبعدين؟ من خوفه من العصابتين سلم حاله للشرطه لانه قرروا ينتقموا منه بقلب السجن. وقدروا يوصلوا له؟ ما بين معي لانه انقطعت الحلقه، وبالاسبوع الجاي اكيد ببين معنا. اهلين وسهلين ومرحبتين يا مدام. اهلا وسهلا، شرفتي يا ميت مرحبا. ابو العز. نعم. بتعرف تفتح باب مقفول؟ ولو يا مدام، هي شغلتنا. شغلتنا نحن نفتح الابواب المقفوله والقفول المراقبه والشبابيك السمنانه، بقى شو المطلوب؟ للاسف يا ابو العز اليوم ضيعت شنطايتي وفيها الباسبور والمفاتيح. شو الحكي؟ وان شاء الله ما فيها مصاري؟ مبلغ بسيط يعني 2000 دولار. قول المصاري مو مشكلة، المشكلة ماني عارفانة كيف بدي فوت على الفيلا. ايه ولا يهمك مدام، ولا يهمك شو الشغلة، بسيطة كتير. يا شكري أعطيني شنطاية العدة الله يرضى عليك والحقني. تفضلي مدام الغالي بيرخص لك، يا أهلا وسهلا ومرحبا. مثل هالباب ما شفت ولا عيني رأيت، متنح متنح تماما، ما ادري شو قصته. يعني معقولة ما ينفتح؟ لا ولو مدام، شو ما ينفتح؟ ما عندي بواب ما بتنفتح ابدا، ولو بس انت طولي بالك شوي يا مدام، هات الفك مربع يا ولد. بإيدك معلم. ايوه بإيدي، الواحد بينسى. اطمني يا مدام، اطمني، بده ينفتح ورجله فوق انفصلاته كمان. تستاهل انت يا ابو العز. يسلمك يا رب. بتريدي شيء ثاني مدام؟
لا يسلموا ايديك، بس لا تنسى موعدنا ها يوم الخميس الجاي. ولو يوم الخميس الجاي بتلاقيني مزروع زرع قدام باب فيلتك. يا اهلين وسهلين، يخلينا ياكي الهي. يا اهلين، شكرا كثير. الله يسلمك. امشي امشي، شو بدك الثاني؟ شبك شبنا. لا تاخذي مدام. الله معك. خاطرك. مع السلامه. كأني شمم ريحة طبخة مو طبيعية. شلون يعني؟ هلا أنت متأكد إنه الست نازك هي صاحبة الفيلا؟ شي؟ مين صاحب الفيلا لك؟ لا مو هيك. هلا هي قالت إنه ضيعت شنتيتها والمصاري مو؟ عارف يا شكري، عم فكر بكلامك، يمكن كلامك صحيح لأنه فعلاً هيك قالت. ها شلون لكان طالعت من دزدان المصاري وناورتك الإجراء؟ لا من هالناحية بجوز يكون معها جزدان تاني، يعني للفراطة. لك يا عمي هدول جماعة مرتاحين إلا ما يلتقى معهم أكثر من جزدان. ليك معلمي، نحن فتحنا باب الفيلا لوحدة ما بنعرف إذا كانت صاحبته ولا لا. هلا يا شكري لا تخلي الفاري يلعب بيعبي. لا معلم، ليش هيك انا عم بحكي لك؟ لانه انا بزماني شفت فيلم واحد زلمه عمل حاله صاحب فيلا، راح لعند الحداد قال له في عندي الخزنه مقفوله. فعلا ما كذب خبر، اجى الحداد معه فتح الخزنه اخذ اجرته ومشي، وهداك لطش كل شيء فيها وقبع رقيد. شو هالحكي؟ فيلم اجنبي هاد؟ لا معلم، شو نسيت؟ هي بمراية 88. فعلا؟ ايه العمى. والله حكي كبير الخيم يا شكري. شو بدنا نعمل هلا؟ معلم انا فكري انه ندق على الباب، بس وينك؟ بنعمل حالنا نسيانين شي غلط. ما في مانع، ما في خساره، تفضل. مدام دخيلك لا تأخذينا. خير شو بكون؟ يمكن نسينا المفكون، سبحان الذي لا ينسى. شو؟ مفكون نسينا. ليكو بعدك ليكو. لقيته؟ لا دخيلك لا تأخذينا، عدم مؤاخذة. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. تضرب انت وهالافكار شمحتك. العمى هذا شكل وحده حراميه ها؟ سبحان الذي خلق لها الوش الملائكي ما احلاه. شو بعرفني معلم، انا هيك ظنيت. اسمع ولا اسمع، انت من هلا ورايح محرم عليك تشوف تلفزيون. العمى على العالي، اذا شفت بمرايا زلمه محتال مو معناتها كل الناس محتالين. سودت وشنا قدام المدام، الله يسود وشك. امشي قدامي، امشي.
بسرعة بعيد 5 دقايق ليوصلوا. يلا خير. شوفي مدام، نسيتي جزدان بالبيت. أنا جزدان؟ الجزدان اللي كان بإيدي. بسيطة خانو، خلينا نطلع من هون. لك وين بدنا نروح؟ الهوية بقلب الجزدان.